في قلب برلين تجمع المتظاهرون المؤيدون للقضية الفلسطينية في مركز الفنون والدراسات الحضرية ليعبروا عن احتجاجاتهم بطريقة لافتة. المظاهرة لم تكن مجرد تجمع عادي، فقد نجح المتظاهرون في تعطيل خطاب للسيناتور الأمريكي جو تشيالو الذي كان من المقرر أن يلقيه خلال الحدث. النشطون هنا عبروا بوضوح عن معارضتهم للسيناتور الذي يؤيد سياسات الحكومة الألمانية المتواطئة في الجرائم التي يرتكبها الإسرائيليون في قطاع غزة. المظاهرة كانت قوية وصاخبة بما يكفي لتقاطع خطاب السيناتور، ما يعكس شدة الغضب والقلق الذي يشعر به المتظاهرون بشأن الوضع في غزة. نشاهد. Thank you.